إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله حمداً يوازي نعمة ويكافي مزيدة ويبعد عنا بلاءه ونقمه. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك، ربنا وإليك المصير. وصلى الله وسلم على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وأيضاً قال الله في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. إخواني أخواتي، باسمي وباسم أهلي آل عثمان وباسم أخوي العزيز أبو محمد وآل منتصر عموم، نرحب بكم في هذه الليلة السعيدة ونشكركم تلبيتكم دعوتنا لهذا الحفل الكريم، وإن شاء الله بردها عليكم بالأفراح والليالي الملاح. وأهلاً وسهلاً بالجميع، كما نشكر ضيوفنا الكرام اللي شرفونا من خارج فلوريدا، أهلاً وسهلاً فيهم. أرض الوطن فلسطين، أهلاً وسهلاً فيهم. نيويورك، أهلاً وسهلاً فيهم. تكساس، أهلاً وسهلاً فيهم. كاليفورنيا، أهلاً وسهلاً فيهم. كليفلاند أوهايو، أهلاً وسهلاً فيهم. نيوجيرسي، أهلاً وسهلاً فيهم. أهلاً وسهلاً بضيوفنا اللي شرفونا من أورلاندو، أهلاً وسهلاً فيهم وأهلاً وسهلاً بالجميع. أهلاً وسهلاً بالجميع. كما نرحب بضيوفنا اللي شرفونا من المدن والقرى المجاورة، أهلاً وسهلاً فيهم. نعلين، أهلاً وسهلاً فيهم. جبع، أهلاً وسهلاً فيهم. الجيب، أهلاً وسهلاً فيهم. الرام، أهلاً وسهلاً فيهم. بدو، أهلاً وسهلاً فيهم. أهلاً وسهلاً من ضيوفنا اللي شرفونا من سيركيوز ومن راتشستر، أهلاً وسهلاً فيهم. أهلاً وسهلاً بضيوفنا اللي شرفونا من بير نبالة. أهلاً وسهلاً من ضيوفنا اللي شرفونا حبايبنا آل عجور، أهلاً وسهلاً فيهم. أهلاً وسهلاً ضيوفنا اللي شرفونا من دير أيوب، أهلاً وسهلاً فيهم. أهلاً وسهلاً في كل إنسان شرفنا في هذه الليلة السعيدة، كل واحد في اسمه موجود في القاعة فيه، أهلاً وسهلاً فيه. وإذا كان أي إنسان ما ذكرناش، والله ما هو قصد، مش عارف عنه. الموجودين يقولون وأنا على رأسي إلا رحب فيه، أهلاً وسهلاً بالجميع. أهلاً وسهلاً بضيوفنا اللي شرفونا من البيرة، أهلاً وسهلاً فيه. أهلاً وسهلاً بالجميع. حدا ثاني؟ لكن أهلاً وسهلاً بالجميع. أهلاً وسهلاً حبايبي أهل اللد، أهلاً وسهلاً فيهم. أهلاً وسهلاً بأهل اللد. إيه هذا اللي نسيبنا وحايبنا كفر مالك، أهلاً وسهلاً فيهم. أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً في عرابة، نسائبي أهلاً وسهلاً فيكم، حياكم الله، أهلاً وسهلاً، شرفتونا، أهلاً وسهلاً بالجميع. إخواني، هذه الليلة سعيدة. الإنسان دائماً وأبداً ما بتتم فرحته إلا بوجود عموم أهله قدامه، كان أخوة ولا أولاد عم ولا من العيلة، أهلاً وسهلاً فيهم دائماً. الحمد لله رب العالمين، فضل الله، قومة واحدة وقعدة واحدة. وأيضاً
ما بتتم فرحة الإنسان إلا يكونوا حبايبه وقرايبه وأصحابه ونسايبه وأصدقاء يكونوا حواليه. هذه أكبر فرحة وأكبر نعمة من الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان يحب جميع الناس وجميع الناس تحبه، هذه موهبة من الله سبحانه وتعالى. والتوفيق دائما والله ما هو من عند العبد، وإنما التوفيق من الله سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله بنقضي ليلة سعيدة ممتعة معكم. أهلا وسهلا في أهل الوجوه الطيبة، في أهل الوجوه المنورة، وأهلا وسهلا فيكم كل واحد فيكم على راسي من فوق، وأهلا وسهلا بكم باسمي. وطبعا هذا اللي بحكي باسمي وباسم أبو محمد حبيبي الغالي، أهلا حبيبي على راسي. طبعا في ضيوف شرفونا من شقاقه حبيبنا الغالي نسيبنا تيسير، أهلا وسهلا فيك. إذا في أي إنسان أهلا وسهلا فيه، أهلا وسهلا. طبعا أهل بدو أهلا وسهلا، كنا أهم على ما أعتقد أن كنا أهلا بدو، أهلا أهل وسهلا بجميع. طبعا بحب أنا في هذه الليلة السعيدة أشكر الناس العزيزين علي يوم جيت على هالبلد هاي، ولا واحد تركني ولا واحد خلاني أتصرف لحالي إلا هم جنبي وين ما بروح وين ما بيجي. نشكر حبيبي أبو محمد نسيبي الغالي، ونشكر حبيبنا الغالي ابني الثاني اللي هو محمد نسيبي الغالي. محمد وين هو محمد؟ على راسي عمي. واشكر حبيبي الغالي ابو عدنان اللي دائما وابدا جنبي وفي الطليعه، ما قصر من حديث ما جيت لحديث الان وهو معي واقف جنبي وهو تا وعياله. طبعا نشكر برضو ام عدنان اللي هي اختارت المنيو تبع الاكل تبعكم، صحتين وعافيه لاجلكم. ونشكر نسيبنا الغالي أبو صالح العزيز الغالي، نسيبنا أبو صالح اللي ما قصر، ودائما الله يطول في عمرك أبو صالح، أنت وولادك وبناتك، وإن شاء الله بنردها عليكم بالأفراح والليالي لنا. نشكر جميع الجميع اللي وقفوا جنبي واللي كانوا من حديت ما جيت على فلوريدا لحديت الآن وهم جنبي، ويا ابو حسني اللي بدك اياه احنا مستعدين فيه واحنا رجالك. هذول الناس بتكبروا وبنحطوا على الراس مثلك، اهلا وسهلا بكم. طبعا حبيبنا الغالي ابو ريان، معرفتي في ابو ريان انا بهمش، انا لازم اطول عليكم لان هذا عرس ابني يعني. ابو ريان تعرفت عليه في 2003، غنى لابني حسني ولابني محمود، فكنت عامل الجمعة هذه لابني حسني والجمعة اللي وراها لابني محمود، فكنت موصي وراء مغنيين، واحد في الحنة وواحد في العرس لحسني، ومغني ثاني في العرس وفي الحنة، يعني أربع مغنيين. فشرفنا مغني في حنة حسني، أنا ما بحطش يعني داون لأي مطرب لأن كلهم على راسي، فمشى الحنة وانبسطنا الحمد لله رب العالمين. ثاني يوم العرس أجا محمد كبها أبو ريان، أول مرة بعرفه، لا بعرف إنه نسيبنا ولا بعرف إنه يعني من الجماعة المعددين، لأن أول مرة يا أبو ريان. فأبو ريان بلش يغني، ما شاء الله تبارك الله، الفن والطرب اللي بكيت أدور عليه لقيته عند أبو ريان، الله وكيل. فجبت نسيبنا أبو موسى، كان
هو اللي قايم على قاعة بير نبالة اللي هي بير نبالة الكبرى. قلت له أبو موسى، قال لي نعم يا أبو حسني. قلت له الله يرضى عليك، عاوز أفوت جنتين. قال تفضل يا أبو حسني على رأسي اللي بدك إياه. قلت له بتلغي لي جميع المطلبين هذولاك؟ قال يا زلمة دفعت عربونات. قلت له الله يسمح عم العربونات، بدناش العربونات مني. وهذه معرفة أبو ريان حبيبي محمد كبها، ولليوم وبكرة وللأبد أخو عزيز، بضلك عزيز للأبد. شرف كبير إلي معرفتك أبو حسني ومعرفة الديار حبيبي. هذا المكسبنا معرفة الديار المحترمين. وبعدين إشي ثاني، خلص الفرح قديش تمر يا أبو ريان؟ قال لي أبو حسني المجيبة. قلت له على رأسي. قلت له أبو ريان شو بتسوي هان أنت؟ بدي أعرف أنا شو بتسوي هان؟ قال شو بتقول يا أبو حسني؟ قلت له بدك تيجي على أمريكا. قال يا أبو حسني، قلت له بدك تيجي على أمريكا ما فيش فايدة. وأجي على أمريكا وهيها والحمد لله رب العالمين. يتشرف أبو حسني. بس غلطة واحدة غلطة في حياتي، إني أنا ما قلت لشي لازم من إفكاري 25% من المسوي. حبيبي أخي ريان، حبيبي الغالي ريان، برحب في حبيبي الغالي في مطرب الجالية الفلسطينية، في مطرب الشرق والغرب والشمال والجنوب، حبيبي الغالي أبو ريان والفرقة الموسيقية. أهلا وسهلا فيك، شرفنا دائما. ثانك يو مشكور. طبعا عندنا مصور والفيديو على ما اعتقد انه نزيه نديو. اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بك. طبعا برحب في بنتنا العزيزه الغاليه، بنت البلد تبعتنا لحمنا ودمنا، فاطمه عصفور. اهلا وسهلا بك. احلى جفنه فاطمه. And I would like to thank Linda. I would like to thank you and to thank all the staff for this hall. We love you guys, and any occasion we will do it in this hall. Thank you very much for everything you've done for us. Give me a nice hand for them. أهلا وسهلا بالجميع. بعدين إيش اللي أهم منها؟ عندي ابن حامد الله يخلي ولادكم الجميع، وعندي بنتي مروة الله يخليهم، واتمنى لهم من الله سبحانه وتعالى الحياة السعيدة المليئة بالرفاه والبنين إن شاء الله. قالوا لي اثنين مش واحد يعني. كان يابا، قالت لي مروة يابا احنا لا يمكن ان نكون خاطبين ونرقص، هي تبقى غريبة عني وأنا ببقى غريب عنها، شو نبكي مياه؟ قال بدنا نملك. تلهم انت رفعتي راسي من هنا للسماء والحمد لله رب العالمين، وهذا الطريقة المضبوطة وهذه طريقة الإسلام اللي لازم نتعود عليها. أهلا وسهلا بالجميع. على شرف الموجودين أهلا وسهلا فيهم. نفتح هذا الحفل في رقصة من حبيبي الغالي أبو ريان. تفضل أبو ريان. طبعاً عن إذنكم طبعاً أنا بدي أكون مع ضيوفي ومع حبايبي ومع أعز الناس علي في الدين الخلقها الله. بقدرش أنا أغني عن الميكروفون لأني بحصر حالي وبحصر حالي هان. بطلب من حبيبي الغالي أبو زيد. تفضل حبيبي أبو زيد، أهلا وسهلا فيك، تعال. إخواني أخواتي مساء الخير. الحقيقة أن أبو حسني يعني ما خلى إلي أي كلمة أقدر أضيفها للي قال. الحقيقة أنه يعني رحب بالجميع وهذا من كرم أخلاقه. والحقيقة أن أبو حسني يعني دائما وأبدا ما
موجود في البداية، موجود على الساحة، والحمد لله احنا جينا ابو حسني اليوم نسدك، لان مضبوط الكلمة تقول لك وانت انسان مكتب للجميع. باسم ابو حسني وباسم الخال ابو محمد طبعا مرتين، بدنا نرحب بكل انسان تحمل مشاق السفر حتى يحضر هذه الليلة، وان شاء الله انها بتكون بداية حياة سعيدة للخطيبان او للعرسان، طبعا العرسان، للعريس الشاب المهذب حامد شاهر حسني عثمان على الآنسة المهذبة مروة احمد منتصر. ان شاء الله ان الحياة السعيدة والبداية السعيدة، ومن ثم الى الحياة الزوجية بالخلف الصالح وبالرثايا والبنين. ابو حسني المبروك، وادي الخال احمد المبروك، ان شاء الله رب تهنوا، وان شاء الله بتكون ليلة سعيدة على الجميع. طبعا احنا هان في هذه الليلة بمثابة عائلة واحدة، كلنا اهل للعريس والعروس، فالجميع ان شاء الله بده يشارك والجميع بده يقدم ويبسط، وان شاء الله بتكون حياة حلوة للجميع الشباب والشابات. اهلا وسهلا بالجميع، والمورتان بكل من حضر من اينما اتيتم، لقد حللتم اهلا ووطئتم سهلا، واهلا وسهلا بالجميع. اهلا وسهلا. طبعا من أرض سيدنا ابو ريان، اهلا وسهلا فيه، والفرقه الموسيقيه طبعا، وعلى شرف كل من اتى وحضر، وعلى شرف الحاضرين عموم، بدنا نفتتح هذا الحفل، وان شاء الله انها بتكون الحياه سعيده بحسن لابنك للجميع. اهلا وسهلا بالجميع. نفتتح بسم الله. اهلا وسهلا، تفضل. يا بيضاء اوف يا قلبي، انا معنا يا ابو مشهور بعدك بتضل معنا، ما دام للحب بين الناس معنا. معنا يا ابو مشهور بعدك بتضل معنا، ما دام للحب بين الناس معنا. والله مهما لمت الايام يا ابو مشهور بتضل معنا، ويرحم روحك على الحبة الأخرى. قمر ونجوم وثريات مثلكم، قمر ونجوم وثريات مثلكم، يخجل الورد يا ابو حسني لو فتح مثلكم. مثلكم انتم ربع المطايف والالحاق. اوف ماماي 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 يا ابو حسني يا غالي. I'm
بنا أن نفتتح هذا الحفل السعيد بإدخال والد العريس وبنت العريس أبو حسني وأم حسني. أهلا وسهلا، تفضل. يا أبو حسني وأم حسني صلوا على مسامور السفينة. Yeah.
اولا يعطيك العافيه ابو ريان، والف مبروك يا ابو حسني. وام حسني ان شاء الله بالحياه السعيده والخلف الصالح ان شاء الله. اهلا وسهلا بالجميع، تريحوا يا شباب. رايح يا شباب بليز. شباب تريح مرة بليز، تريح يا شباب من النص بليز. هذا سيت بليز. تريحوا يا اخوان. الحقيقة يا اخوان ان ابو حسني مظبوط رقص الليل. بس والله يا ابو حسني انك بتكتم من الناس زي ما بتكتم ابنك. لهذا السبب الحمد لله وما شاء الله، يعني مش خطبه هي عرس. الله يهنيهم وان شاء الله بنشوف ذريتهم وذريتهم الصالحه باذن الله تعالى. اهلا وسهلا بالجميع. والان مع نسيبنا وحبيبنا، ما هو اصلا من اخواني، والد العري والد العروس وقت العروس، ابو محمد وام محمد. اهلا وسهلا تفضلوا. يا ابو محمد، يا ابو محمد.
الليل لأبو محمد ولأبو حسني. شكرا يعطيك العافية وألف مبروك أبو محمد، ألف مبروك يا محمد، إن شاء الله دائما بظل البلد عامرة بالأفراح، وكل بلدنا وكل فلسطين بظل عامرة بالأفراح إن شاء الله. وأهلا وسهلا بالجميع، تريح برا يا خوات ليس. أهلا وسهلا بالجميع one more time، وإن شاء الله إذا بتدوم الأفراح دائما. وأهلا وسهلا بالجميع. بالله يا خوات يا بنات بليز تريحني، تريحني بليز. إخواني يا خواتي، وحدوا الله وصلى على النبي يا جماعة. لمن جئنا في هذه الليلة لنحتفل بهما في هذه الليلة السعيدة المباركة. العريس الشاب الأديب المحترم ابن المحترمين حامد شاعر حسني عثمان، وعروسته الجميلة صاحبة الصوم والعفاف الآنسة المهذبة مروة أحمد منتصر. أهلا وسهلا، تفضلوا.
Thank you.
ريحوا يا شباب بليز، ريحوا يا اخواتي بليز. الله يحميك يا ابو حسني، وان شاء الله يا رب نشوفكم قريبكم الصالحه ان شاء الله. ريح المرا يا بنات لو سمحتم بليز. شباب تريحوا بليز يا سمحتوا، شباب بليز، يا اخوات بليز، تريحوا المرأة يا بنات بليز لو سمحتم. بدي عالجيت حامد عروسته، ورا حامد عبو، انت وعروستك في السنتر بليز. حامد عروسته مروة بليز، انت سلم. تريحي يا بنات بليز، تريحي. اعطونا برا كف للعريس والعروس. رقصة للعريس والعروس، أهلا وسهلا بالجميع. تفضل يا سيد محمد. أوف يا بيت حلينا رجال الخير لموا. الله يحييك. بيت حنينا رجال الخير لموا، لموا الورد لموا الطيب لموا. أنا جاي هني، جاي هني لحامد ولا مروة ولا بيو ولا أمه زغروطة، وألف مبروك للحبابي.
شكرا يعطينا الحاجة وألف مبروك لعزام إن شاء الله بالرفاية والبنين. ضريعوا يا شباب بليز. الحقيقة في كلمة بدي أقولها يا ولد العم أبو حسني، أنت يا ولد أبو حسني يعني تقدر تقول دمم رسالة نبوية، أنت عقلك سليم خلص تجوزت منك، يعني هذه المذكور السعادة المذكورة، والله يهنيهم. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى لما إنسان بيفرح بولاده ويشوف ذريتهم، الحقيقة هاي نعمة من نعم الله. إن شاء الله عقبال عند جميع الشباب والشابات العايزين، ألف مبروك لجميع الأهل والأقارب الموجودين معنا في هذه الليلة. إخواني أخواتي، والآن بدنا نقوم العريس بتلبيس الذهب لعروسته. صلوا على النبي يا جماعة. Hey, hey.
We'll be right back.
Yeah.
صريح الجميع بدي ابو ريان يقول له 5 minutes of break only. Just 5 minutes. Maybe 6 minutes, بس 5 minutes, please. الجميع انه يتعاون معاي وبدي اعرف يعني مشان نكون انا وابو محمد في وجبت المجريات ان شاء الله بعد الصلاة. فاللي ضايل هان اللي مش طالع المجرى اللي ضايل بعد صلاة الجمعة يخبرني واللي مسافر بعد قبل صلاة الجمعة يخبرني مشان نحسب حسابنا الجميع. ف يعني انا بطلب منكم بهمش يعني بدكم تعذرونا لان ضيوفي اللي ضيوفنا انا ومحمد اللي شرفونا اهلا وسهلا فيهم من جميع الولايات. يعني ما فيش ولايه في امريكا الا شايف حبايبي وقرايبي جايين منها. اهلا وسهلا. فتعاونوا معنا اذا سمحتوا مشان نعرف اللي ضايلين بعد صلاه المغرب بعد صلاه الجمعه البجريه. فالله يعطيكم الصحه والعافيه واهلا وسهلا بالجميع. بارك الله فيك يا ابو حسني، ربنا يتفرخي عليك وابو محمد. والحقيقه انكم يعني احترام جميع العالم واحترام الناس الجم هذا بثبت بوري قديش عندكم قديش الناس وانتم الناس يا سجم يعني خيرك من السابق. وان شاء الله يا رب ربنا بيهنيهم. متاكد تماما يا ابو محمد ان بنتك في ايد امينه وهاي طلعت من ضل ابوها لضل ابوها فكرت يعني هذا من ابوها يعني ابوها من ابوها ويعني مرحبا بها واحنا كل اهل والله يعني ان شاء الله ربي ربنا بيرزقهم بالذريه الصالحه اهم شيء. وانا شرف الجميع امشي انا والليل ويدوه بيا الليل امشي انا والليل
Hey!
يعطيكم العافية وأهلا وسهلا للجميع. كان من المفروض إن أخوي العزيز الحاج منصور والحاج محمد أخوي الله سبحانه وتعالى استفقدهم في صحتهم، الله يشفيهم ويعافيهم. نتمنى لكل إنسان على وجه الأرض أن يشفيه ويعافيه ويعطيكم الصحة والعافية الجميع. طبعا يعني كل إشي على وجه الأرض، كل إشي على وجه الأرض بتعوض إلا الأم والأبو والأخو والأخ، هذول ما بتعوضوا، هذول ما بتعوضوا. الواحد مننا، أنا بحكي عن أهالي بيت حنينة لأنهم يخصوني، لازم الواحد يترتح في أمه ويترتح في أبوه اللي عنده أم عايشة وأبو عايشة وعايش الله يخليهم ويطول في أعمارهم، واللي عنده أم وأبو متوفين الله يرحمهم ويسكيهم ويجعلهم من الصالحين ويجعلهم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. واللي عنده أخو يا جماعة الخير، واللي عنده أخت، بطلب من الله سبحانه وتعالى إنه يحنن القلوب على الأخوة والأخوات. والله والله ثم والله إن الأخو سند لأخوه، ولا واحد بكيم عنك الضيم وين ما لفيت وما وين ما دورت إلا أخوه، مهما يصير ومهما صار ومهما الشيطان عبر. الشيطان بدنا نطرد الشيطان وبدنا نخلي الشيطان ما نشي علينا سبيل، لأن الشيطان فرق بين الأم وجوزها وبين الأخت وأختها والأخ وأخوه. فأعوذ بالله من شياطين الإنس وشياطين الجن. والله إني بعرف إن معظم المشاكل اللي بتصير بين الأخوة والأخوات من شياطين الإنس قبل شياطين الجن، قبل شياطين الجن. فالواحد لازم يترتح في أخوه، الأخو بغلط، الأخت بتغلط، الأبو بغلط، الأم بتغلط، بس لازم إحنا أهالي بيت حنينة ما نخليش مجال للشيطان، لا شياطين الجن ولا شياطين الإنس إنهم يتحكموا فينا. أخوك أخوك هذا اللي أنت شاركته وانت نايم وانت صغير على نفس الشفرجة، على نفس الكنينة، على نفس اللقمة، على نفس الطاولة. اتفكروا شو سويتوا، وانا صح ولا واحد بتفكر اني انا صح، بس اذا غلطت غلطة ولا واحد بنساها الغلطة هذه. تفطنوا المليح، تفطنوا المليح قبل ما تفطن العاطل. انا يا عم غلطت غلطت، سامحوني سامحوني. الله سبحانه وتعالى من فوق قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. هذا اللي لازم يعرفه كل واحد، كل إنسان على وجه الأرض. جماعة الخير الأخو ما بتعوض، الأخو سندك، الأخو هو بوقف معاك. لا تردوا على أي إنسان إذا أجاك إنسان كلك أبو حسني أخوك محمود بقول عنك كذا وكذا وكذا، كله بتسكر دمك. أنت جاي تعمل فتنة بيني وبين أخوي، إذا أجى علي وكان لي أخوك محمود بحبك بوصل من هنا ومن هنا. هذا المظبوط يا جماعة الخير. حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم. سامحوني سامحوني، وهذا لازم أقوله، لازم كل إنسان كان مرة ولا ولد ولا أخو ولا أخت يفطن
من اهل الجهاد، لان الله سبحانه وتعالى شوف صلي صوم واعبد الله وحج وجاي يهديني جاي، انت بعيد عن اخوك والعن اختك ثلاث ايام والله لن يرفع لك عمل على وجه الارض الا تنك تصلح بين اخوك، حتى مش اخوك اللي امك وابوك، اخوك المسلم. شو بتجمع سنتين؟ حياكم الله الجميع، اسمحوا لي ان انفعلت لاني انا بحب اهلي مثلي. أنا دائماً وأبداً، لم تيجي لأهالي بيت حنينة ونسائي بيت حنينة خط أحمر، خط أحمر وخط أحمر، والجميع يعرف والجميع شاهد على هالأشياء. أهلاً وسهلاً بالجميع، حياكم الله. سلم الزاكي أبو حسني على التوصية، والحقيقة إن الدين تبعنا أصلاً والشريعة الإسلامية بتحف مننا كمسلمين او مننا كناس ان الواحد دائما اوفر لوك ثينكس، واحد ما يجربش يحط اخوه والاخت عنده الميكروسكوب وتطلع على كل غلطه، هذول كلهم يغلط. اذا بتفضل ابو حسني، الاخو الاخت الام الابو، هذول ما بتعوضوا، only once in your lifetime، بعدها بتشوف يمش الانسان. يعني زي ما تفضل ابو حسني، فيش احسن من انسان طيب، واللي بيختصر اللي بيختصر هو الرجل مش جبان. الانسان اللي بيختصر بديش مشاكل، هذا مش جبان، هذا مراجل، وهذا يكبر واحد من ايمانه بالله. والانسان اللي عنده مخافة الله بخاف ربنا، ما تخاف منه. والانسان الله يبعد كل انسان عن المشاكل، والناس اللي عنده بتحب تنفس بين العالم، يعني هذول دير بالهم. اهلا وسهلا بالجميع، بدنا رقصة من جميع الاخوة والاخوات اللي شرفوا ضيوف في هذه الليلة، من جميع الولايات اللي شرفوا، من نيويورك، من اوهايو، من جميع الاخوه والاخوات اللي شرفوا ضيوف على اهل فلوريدا، من الخارج ومن الداخل. تفضل يا اخوان وتفضل يا اخوات، اهلا وسهلا بالجميع.
Thank you.
يعطيهم ألف عند الشباب، وإن شاء الله يا رب بتضل الأفراح بيننا ودائما بنشوف بعضنا في الأفراح والمناسبات السعيدة. أهلا وسهلا بالجميع، بدنا رقصة من أبو محمد طبعا، وهذا العروس مع زوجته مع أولاده مع بناته مع أخته. طبعا أبو يوسف المقدم، يعني تفضل تجوا أبو يوسف حبيبي. طبعا إخوان وخالات العروس أيضا بشريكين معاهم. أهلا وسهلا بالجميع، والد العروس ولدتها أخوتها خواتها أمامها إخوانها عماتها، اتفضلوا الجميع شاركوا العروس في الليلة الحلوة. أهلا وسهلا بالجميع.
أخوتي وولادي ولاد عمي بنات عمي ونسوان عمي ونسوان عمامي وحبيبتي الغالية الناصر اللي هي عمتي الله يطول في عمرها عمات وعمام واخوال وخالات العريس جميع مطلوبين إلى الساحة بشرفني وبزيدني شرف أن يبقى حبيبي أبو عبد الله اللي أجا من بيت حنينة. أبو عبد الله أنت علم، أنت أشهر من نار على علم. حبيبي أبو عبد الله شرفنا من البلاد، أنت وأختي العزيزة اللي هي أم ناصر، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا في أبو محمود اللي شرفنا من تكساس خال العريس. وين أبو محمود؟ أهلا وسهلا حبيبي حمدي، حبيبي محمود، حبيبي سعدي، عموم آل عثمان أهلا وسهلا. سعيد حبيبي الغالي أبو حسني أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا مع العريس ابنكم أهلا وسهلا فيكم. عمام وعمات العروس العريس واخوان واخوان خالات العروس العريس والجميع وحبايبي حبايبي يهمنا نور عيني نور عيوني حبيبي طه ومصطفى. طبعا هذه الرقصة بتكون على شرف اخوتي العزيزين مشهور واخوي العزيز منصور وأخوي العزيز محمد وأخوي العزيز سعدي وعلى شرف خالتي اللي هي أم طه وعلى شرف أخوي ياسين في البلاد وعلى شرف أختي غزالة في البلاد وعلى شرف آل عثمان وين ما كان. أهلا وسهلا تفضلوا الجميع. طبعا أولاد أو بنات خالي اللي هو أبو ماهر اللي هي مجيدة ونهى وأم محمود وحبيبتي الغالية فاطمة أهلا وسهلا فيك ونجاح أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا أهلا وسهلا. عمتي سعاد وينك يا عمتي؟ طبعا في إلي أختين عزيزات علي اللي هي أم جودة وأم نادر فضل المحل. طبعا ريم نانسي جميع حياكم الله وأم الصفوح وين راحت أم الصفوح؟ أنا بعرف إنها أجرك مش قادرة بس ولا كشف تتسمى لا حول ولا قوة. هذا حسدوك العالم من كثر ما ظلك تهاهي ظلك تهاهي واحدة مرة واحدة وخلص بكفة. الله يرضى عليك والله إنك أصيل. حبيبتي الغالية حنان حنان الغالية أهلا وسهلا فيك يا بنت عمي اللي شرفتينا من كليفلاند. أنت
وابو عبد الله اهلا وسهلا فيكم. تفضلن جميع. مرت عمي نضال، مرت عمي عثمان، ام محمد مها، بنت عمي لميها اهلا وسهلا. بديش انا اظني اسامي. وبعدين عندنا ضيفه عزيزه اللي هي كل شيء معززات علي، ام حسن. ام حسن تفضلوا الجميع، يلا اهلا وسهلا. خواتي طبعا، خواتي خولة وخواتي صميرة، بعدين بنات، بنات خواتي جميع، بعدين بناتي اللي هن هن وجزانهن، بعدين نسوان ولادي حبيباتي اللي هن بناتي اهلا وسهلا. تفضلوا الجميع، والمحبين والمحبات تفضلوا جميع اهلا وسهلا فيكم. الله يعطيك العافية يا ابو حسني. يعني ابو حسني سمى جيل في القاعه ما حداش يعتب عليه، يعني اللي نسيه يكون، لان جرب يرضي الجميع. اهلا وسهلا تفضل. يا خي يا خي يا خي يا نور عليه، يا خي يا نور عليه، يا بعد مني وبي، يا سند البيت، يا خيي يا سند البيت.
Thank you.
اخواني وحبايبي وعز الناس علي في الدنيا الخلقاء نشكر كل من شرفنا في هذه الليله سعيده وان شاء الله بنردها عليكم بالافراح والليالي الملاح واهلا وسهلا للجميع. نشكر ضيوفنا اللي شرفونا من جميع الولايات من خارج فلوريدا ومن فلوريدا اهلا وسهلا فيهم. نشكر الفنان حبيبي الغالي دائما في الطليعه محمد كبها والفرقه الموسيقيه دائما منور دائما منور والحفله اللي ما بتكون فيها ما بعرف ليش يعني انا بالنسبه لي بظني قاعد على الكرسي بقومش. حياك الله يا محمد حياك الله اهلا وسهلا فيك. نشكر نزيه تصوير وفرقه التصوير. نشكر حبيبتنا الغاليه اللي هي بنت البلد فاطمه دائما وابدا في الميدان. مرحبا بك عمي على رؤوسنا من فوق. نشكر جراند هول والقائمين عليها. هذا بالنسبة لك حبيبي الغالي المانجر حبيبنا الغالي. We would like to thank all the staff of this hall. We love you guys. You did a good job. And we look on to see you all the time in this hall إن شاء الله. أهلا وسهلا بالجميع. حياكم الله. أهلا وسهلا بالجميع. نتمنى للعرسان نتمنى لكل العرسان اللي على وجه الأرض الحياة السعيدة المليئة بالرفاه والبنين وإن شاء الله
بعد الصلاة إن شاء الله الجميع مدعو إلى الغداء في مطعم الناطور على بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نشكر حبيبتي الغالية أم ناصر الله يبارك. حبيبي الغالي ابن عمي، أنا والله ما بعرف إلا هاي عمتي بتقولي، اللي هو نضال، نضال ابن عمي بكى معنا امبارح. الشباب اللي زي نضال أنا بعتز فيهم وبفتخر فيهم. شاف حالة إن فلوز، شاف حالة إن فلوز ما رضيش يجي جاي، خوف يعدي أهله وقرايبه، أهل بيت حنينة ونسايب بيت حنينة وضيوف بيت حنينة، فظل في الأوتيل. كل التقدير إليك يا ابن عمي يا نضال، الله يشفيك ويشفي جميع العيانين، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيعود عليك شم الصحة والعافية من الله سبحانه وتعالى. تصبحوا على خير وإلى اللقاء في المناسبات الحلوة السعيدة، وإن شاء الله دائما دائما ربي بيعطيكم الصحة والعافية من الله عز وجل. مبروك يا ابو حسني، مبروك للجميع، يعطيكم العافيه، مشكورين، الف مبروك.